بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في كورس الفيرتشوال ماشين. عايز أوضح حاجة بس قبل ما أنسى بخصوص الفيديو اللي فات، إن لما نزلت الإكستنشنز تمام، جيت نزلت السوفت وير ديفلوبر كيت، دي مش إكستنشن، دي الإكستنشن ماشي، أما دي أدوات أخرى. عموما علشان تعرف الإكستنشن امتدادها دوت في بوكس داش اكست باك بس كده. طيب بص بقى، موضوع اللي عايز اقول لك عليه هو انك تصبر على الحلول. يعني بص، انت ممكن تيجي تجرب تنزل نظام على الفيرشوال بوكس او الفيرشوال ماشين عموما، تلاقي ليه متطلبات خاصه علشان النظام ده يشتغل تمام، فلازم تصبر. يعني مثلا انت لو نزلت اكس بي وسطبت هيتسطب معاك 10 7 8 الكلام ده، لينكس توزيعاتها في بعض التوزيعات ممكن تتطلب منك حاجة، ماك ممكن تنزل اصدار ماك يشتغل على طول وممكن يتطلب منك حاجة. يعني مثلا تعال نعمل مثال واقعي، تخيل معايا انا دلوقتي هعمل ايه، هعمل نيو خلاص وهعمل ماك تمام، او هعمل ايه ماي ماك مثلا، ماي ماك موهافي مثلا تمام. حلو قوي، ده الجهاز. ده الجهاز. تعالى خلينا نعمل نيكست ونديله رامات كويسه اهو تمام، ونعمل نيكست ونشغل عادي هارد، ونختار الهارد اللي هو في ام دي كي خلاص. انا عموما لما بنزل ماك بختار له الهارد ده في ام دي كي خلاص، وهقول له ايه نيكست ودايناميكلي عادي ونيكست، وادي له مساحه 100 جيجا مثلا ولا حاجه، اقول له كرييت تمام. هنا هو نزل في المكان الافتراضي تمام، اهو ده المكان الافتراضي صح، اللي هو هنا، اللي هو هنا ده المكان الايه الافتراضي. عموما بص، هقفل الفيرشوال بوكس خالص وافتح المكان ده واخد الجهاز منه كات، وهخليه في المكان اللي انا بحتفظ بيه هنا. طبعا انت دلوقتي لما نقلت، لو جيت فتحت الفيرشوال بوكس هتلاقيه مش شايفه ليه، اهو شايف، كليك يمين عليه وريموف عادي خلاص، ريموف كده كده هو مش شايفه، فتشغله تاني بقى من هنا من المكان اللي انت نقلته منه، كل الكلام ده عادي اهو. المهم تخيل معايا انت دلوقتي شغال طبيعي وعادي، هتروح داخل على الجهاز اهو ماك اهو، واخد بالك بيطلع لفوق، لا نطلعه لفوق، فين ماك اهو، طلع لفوق ماك اهو، كليك يمين عليه وادي سيتنجز ماشي، وهات الاستورج طبيعي صح، مش ده الطبيعي اللي انت هتعمله، تقف على الاستورج كده وتروح عامل كده، تختار له الماك صح اهو، ماك اهي، ادي ايه موافي وادي ايه اوكي صح، وتبدا تشغل ماشي. جرب بقى كده، شغل كده وتعال نشوف مع بعض. طبيعي هيبدا يعمل سيت اب طبيعي اهو. بص جهاز الماك عموما غير اي جهاز على فكره، بص خد بالك هتلاقيه مختلف اهو. بص هتستنى طبعا لما الكتابه اللي بيقعد يكتبها دي ايه تخلص صح ماشي، انت بتنزل اهو هتفضل مستني. خد بالك انا بحطك في المشكله، وعايز اقول لك ان كل مشكله بفضل الله ليها حلول، وبتبحث على الانترنت وبتلاقي كتير خلاص اهو. انت كده هتبقى منتظر ايه، طبيعي جدا خلاص، هتبقى منتظر ان هو يعد الحاجات دي كده ويروح جايب لك شاشه تعمل منها سيت اب صح، ده اللي انت المفروض هتكون منتظره. وبتقعد بقى شويه فاهم، يعني الكلام اللي عمال يتكتب ده انت بتقعد عليه ايه شويه، الانيشاليز اللي بيحصل ده بتقعد تستناه شويه واخد بالك اهو. بص كل ده ولسه شغال اهو، شايف عمال يكتب في حاجات ويطلع في ايرورز يعني من الهبل. هو كده كده لازم يطلع ايرور يعني،
واخد بالك اهو. ركز بقى معاه اللي هيحصل، يعني ركز ركز في اللي بيحصل. بص هو عمال يكتب يكتب يكتب، ويجي في حتة يستنى عليها شوية ويروح كاتب 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 كلها انيشالايز عشان يطلع لك شاشة السيت اب، صح؟ اه بص بقى، كتب شوية حاجات تاني. ها اه بص، عمل ريستارت وقفل، وهتفضل على كده بقى الى ما لا نهايه، ومش هيفتح لك شاشه الايه السيت اب خلاص. مع العلم ان في بعض اصدارات الماك الاخرى ممكن تشتغل بسهوله، تمام. طيب هنا بقى في حاجات اقفل بقى خلاص، لو قعدت 100 سنه جنبه مش هيعمل حاجه. الفيرشوال ماشين اللي انت عملتها دي غير قابله ان هي ايه، ان هي يعني ينزل عليها الماك موهافي خلاص. طيب نعمل ايه؟ لو دخلت على الانترنت هتلاقي في اوامر لازم تعملها. اول حاجة كليك يمين على الماشين نفسها سيتنجز، وهنظبط بعض الاعدادات. نيجي عند السيستم مثلا، الرام 4 جيجا كويس خلاص، انا هلغي الفلوبي وده خليه فوق وده خليه فوق. اهو احفظ بقى الاعدادات دي ماشي، والشيب ست هختارها بي اي اكس 3 خلاص تمام. بالنسبة للبروسيسور اديله على الاقل 2 خلاص، اديله على الاقل ايه 2 ماشي. ماذر بورد كده خلاص، البروسيسور خلاص دي كده ايه اول حاجة ادي اوكي. تاني حاجة اعدادات تاني، الديسبلاي اديله اعلى حاجة عندك خلاص بس اوكي. ايه تاني؟ دوس تاني على السيتنجز. الاستورج مانج عبيه خليه زي ما هو. لا استنى، لا علم على يوز هوست اي او كاش، علم عليه هنا، علمت عليها اه اوكي. ادي ايه حاجة تانية، كليك يمين سيتنجز تاني خلاص، بوريك واحدة واحدة ايه متفصصة يعني ماشي. ايه تاني؟ اليو اس بي علم على 3، وضيف الامتداد اللي ضفناه الحلقه اللي فاتت خلاص. يعني قبل ما تعمل الكلام اللي انا بعمله ده، ضيف الامتداد اللي احنا ضفناه خلاص، علمت على يو اس بي 3 خلاص. هنا الامتداد ده ضيفه الاول خلاص، ضفناه احنا الحلقه اللي فاتت تمام. وصلنا ليو اس بي خلاص، بس كده خلاص. ده كده بالنسبه للاعدادات. طب هل لو شغلت هيشتغل؟ لا. ده بص بقى بيقول لك لازم تعمل ايه، شايف الاوامر دي كلها موجودة على الانترنت. لو دخلت بس كتبت على الانترنت انستول موهافي اون فيرتشوال بوكس، او انستول ماك موهافي، موهافي هي بتتنطق موهافي بس هي بالجي بالجي خلاص. لو كتبت بس كده هيجيبها لك. هنا ايه بيقول لك افتح ال، هنا بتعملها هنا بالكوماند برومبت خلاص، يعني بتعملها باوامر النظام. بتدخل بص، تدخل على البرنامج نفسه اللي متسطب على مكانه يعني، وبعد كده بتبدا تعمل موديفاي عليه تمام. طبعا انا مش الهدف ان انا اخليك تنزل ماك موافي، لا الهدف ان انا اعودك على حل المشاكل. يعني انا هاخد الامر ده علشان ادخل على مكان الفيرتشوال بوكس، افتح الاول الكوماند برومبت، خد بالك افتحه ران از ادمنستريتور، واكتب ده كده ودوس كده، انت بقيت جوه مكان الفيرتشوال بوكس. هتاخد الاوامر دي كلها، بس استنى هنا بيقول لك يور في ام نيم، يعني لازم تكتب هنا اسم الفيرتشوال ماشين. طب اسمها ايه؟ كليك يمين عليها وسيتنجز خدها اهي، ده اسمها اللي انت مسميه بيه اهو، خدها من هنا احتياطي. وتعالى هنا اعمل استبدال بالايه؟ بالفيرشوال ماشين نيم بتاعتك، واعمل ريبليس اول، وانزل دوس انتر هنا، خد كل ده كده كوبي ما عدا اول سطر، خد ده كله كده ايه؟ كوبي، لان احنا خلاص دخلنا.
هتدوس كليك يمين هنا هيتنفذوا كلهم. خلاص كده انت نفذت الاوامر دي كلها، اوامر بتنفذها انت نفذتها فقط على الجهاز ده، نفذت الاوامر دي فقط على هذا الجهاز. فدلوقتي هذا الجهاز ده يصلح ان انت تعمل سيت اب على المهافي. شغله بقى دلوقتي وشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقيه فتح لك شاشه السيت اب، واخد بالك؟ يبقى انت اول حاجه تنزل الامتداد، تاني حاجه بتظبط الاعدادات اللازمه، بتنزل اول حاجه الامتدادات اللازمه، بعد كده بتظبط الاعدادات اللازمه، بعد كده بتبدا تنزل عادي. الكلام ده ممكن يقابلك في حاجات تانية على فكره. زمان اول ما ويندوز 10 طلع ما كانش بينزل على الفيرشوال بوكس اصلا، واخد بالك؟ وهكذا بقيه الفيرشوال ماشينز او بقيه الفيرشوال ماشينز بروجرامز او فيرشوال ماشين بروجرامز، تمام؟ كل حاجه بتبقى جديده عليها بتستنى وقت لغايه لما تدعمها. فانت ممكن تيجي تلاقي حاجات انت عايز تعملها مش عارف تعملها، فبتلاقي حلول ليها، واخد بالك؟ يعني الامر اللي انا كتبته ده تجيبه من الانترنت بكل سهوله، موجود في كل حته، تكتب بس في جوجل يجي لك على طول، واخد بالك؟ مش بس كده، ده انت كمان بعد لما بتدخل تعمل سيت اب بيطلب منك انك تدخل ببوت معين، والبوت ده موجود هنا اهو، دي ملفات البوت اهي معموله كايزو وكهارد، ده هارد اهو، بتوصل الهارد ده بالجهاز بتاعك بعد كده، واخد بالك؟ واحنا لما جينا شرحنا، يمكن الكلام ده بان لما جينا شرحنا نظام تنزيل نظام الماك موافي على الجهاز، قلت ساعتها قلت ان ساعات بتحتاج بوت. اهو بص فتح لك شاشه السيت اب، خد بالك لو ما ظبطتوش على اليو اس بي 3 ممكن الماوس ما يتحركش معاك، يعمل لك مشكله، واخد بالك؟ بص اهو بدا، اهو بدا تحميل، اهو بدات فعلا تشوف التفاحه، واخد بالك ازاي؟ بس تيجي بقى بعد كده تشوف، تيجي وانت بتشتغل تلاقيه راح مخلص وراستر وعاد من الاول لوحده، تيجي تقول الله طب اعمل ايه؟ ساعتها بقى تعمل ايه؟ تروح ضايف الفيرشوال بوكس بوت ده للماك، واخد بالك؟ يتضاف معاك هنا، وتروح شايل الميديا، يعني تدخل على الاعدادات كده، واخد بالك؟ وتقف على الاستورج، تقف على هنا تشيل الميديا دي، الميديا اللي انت بتنزل منها، وتوصل الهارد ده، وتروح عامل انستول دوت ان اس اتش باين، وتشغل يشتغل معاك، واخد بالك؟ بس يعني بيبقى على حسب الشغل بتاعك زي ما انت ملاحظ اهو، وهيكمل معاك على فكره، هيكمل هو، بس مش هيحتاج الموضوع ده غير لما تعدي مرحله الايه؟ الكابنج فايلز، تمام؟ وتقريبا اللي انا اعرفه كمان اللي بينزل نظام ماك اصلا هو بيعمل بوت، يعني الناس بتوع الماك اكيد فاهمين الكلام ده، يعني مش الويندوز طبعا ما فيهوش الكلام ده، الويندوز سهل يعني من زمان الويندوز، وانت هو بيعمل كل حاجته بنفسه على طول، يراستر ويدخل يكمل، واخد بالك؟ اهو بتبدا بقى تسطب وتختار اللغه بتاعتك، واخد بالك؟ وتعمل اللي انت عايزه اهو. طبعا ايه هيبقى بطيء معاك شويه على حسب الايه، الجهاز بتاعك، على حسب الشغل بتاعك، الكلام ده كله. تبدا بقى ايه تعمل عمليه سيت اب، انا عايز اخرج دلوقتي بالماوس، يعني الماوس اهو انا جوه الماوس الماك، هدوس على كنترول عشان ايه اخرج بره زي ما عرفنا قبل كده يعني. بس وبتعمل بقى ايه اللي انت عايزه اهو. يعني دي ايه مشاكل قد انها ممكن تقابلك، وعلى فكره ممكن يعني ساعات تيجي تلاقي حاجه انت عايز تعملها في الفيرتشوال بوكس ما تعرفش تعملها، تدخل تلاقي امر زي اوامر الدوس دي تتنفذ عليه وتعملها بكل سهوله بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.